أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. قولي قولي دخيلكم مع أتحمل بنوب ريقيني شايف ريقيني شايف ولي وبعدين مع الشيخ لك مانو ناوي قدهن لو منسي موعد قدهن الشيخ قولي أنا عم بموت قولك شبك قولك شبك فلقتنا أشبك من الصبح لله ما حدا صايم غيرك شوف أنا شو حكيت شي فتحت تمي بحرف شد حيلك شوي قالي أنا خدني قدوة لك خدني قدوة لك كل ما استحملت أكثر كل ما أخذت أجر وثواب أكثر قدوة قلتلي ولك قدم بقى يا ربي دخيلك الله أكبر الله أكبر صوت قدم صوت قدم قدم عطوني العصير الله أكبر عندك عرفت من هنديري لحظة وانتو عم تشوفوا الفيديو ما حط لايك حط لايك بسرعه واللي ما اشترك اشترك بسرعه بدنا نوصل المليون نهائيا هات طب الهندي لون عبيده هي عندك 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 يا قدوه شكيتك لواحد احد ولك هذا ما هو المغرب على الدين هذا اذان العصر يا فهمان ايه لونه معقول هذا اذان العصر ما هو المغرب الشكل انا اخذ علي صيام ونسيت لما الشيخ نسي موعد اذان على كل احوال انا اتوضى واصلي العصر اللهم قوي ايمانك عبشرشر عبشرشر منك الايميل لحقه ليروح على الفاضي عبشرشر من عكاسك لسه قدوه الدريموه كفايه لله امي انا رايح انام ما حدا بدخل لعندي وفيوني غير لاذان المغرب يعني اذا بدخل حدا فيوني قبل اذان المغرب بخمس دقايق انطربش اطربش انا لا يا شيخ ومنين بده ينحسب لك الصيام وانت نايم ولك المفروض انت بس انا هدول الجملتين بدك تقولي اياهم حافظانهم لبعاد كل سنه لا ينحسب لي ولا ينحسب ليك انا رايح ادخل انام ما بدي حدا يزعجني بنوب اظن الرساله وصلت انضرب على قلبك روح ضرب على قلبك روح نام لا شكلها وصلت نظامي انا رايح انام لك حتى بالمضون ما بتتركيني والله ولا اسرع من هيك رساله جابته قنصان صواب هدف مباشر وانتي وقعدتي يا شيخه حتى برمضان لك الصيام ما مأثر عليكي صوابك بتجيبيه بمكان محدد لا ما مأثر بتحب تجرب انت كمان وتشوف بعينه ايوه انت شكلك بدك تبعتيلي الرساله مثل بعتيها لابنك انا رايح لحالي عباد اخذني معك ها فوتي انت كمان اما فوتي هلا فوت هلا فوت وريقي نشفان طاول رح اموت من العطش ولساني رح يصل ركبي لك كل هاد ما قدم الشيخ الساع انا بعرف والله شكله الشيخ نسي موعد الاذان لك انا ما قهرني مع القصه كلياتها غير موجوده هلا بالطائم عدي و رش رش دي رش رش تيرش رش تيرش رش يوه عالمي عن جد احلى شي بالحياتي المي لسه عم بقول بيجي بيشرب مي قدامنا هو مستقصدها انت شيطان ابليس يخرب بيتك من حالك لك مش شياطين كلياتهم هلا مربطين مو حبسوهم ولا نسوا ياخذوا هالجني معهم هيك يا يوم لو تعرفوا امي ايش مجهزه اليوم على الاكل يوم اكل ما اطيبه بشهي ولك اللهم اني صائم ولك سنين ورا بشي عم يطلع جناني عليها يا يوم طعمة المي بتشهي او بلا تاخدك بق نرع برا ولك نرع برا يا مفطر نرع برا عبد ابني امي تعي شوف يا عبالة ايه روح الا عساس بدك تخوفني يعني نعمش والله راح هاد وريك خلص تجي امي خدوج خليكي معي ها انتي معي مش عم تبيعيني مثل كل مرة هو اللي استفزنا عيب عليك انا معك وهو بيستاهل اي والله لا تاكلوا قتل لا تاكلوا قتل لحتى تفرقوا امي والله امي والله لما نعرف هذا عبادة هو اللي ضربه تميت ساعة بك قال له يا عبادة لا تضربه هذا ولد صغير ما بفهم هو اللي ضربه والله لا يا شيخة يعني واطي 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 باحتراف امي طول بالك طول بالك والله هو دخل يستفزني وشرب مي قدامي يعني ابنك يعني يا عم لا طول بالك شو معي ذاكي؟ طيب يا أمي والله أنت كبر الموضوع كتير يا أمي مش عارف شو ما تقولي والله خذوش لحقيني الله يوفقك أنا فاديك يا حشرة صرت تشخري مو طوبي بالك أمي طوبي بالك لا تهوري ها والله لا تهوري لا 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 بالنسبة للتهور لا تاكل هم طاوي عندي أمي والله ما يلعقها أمي والله يخذوش ليه حيواني يلعقها والله يخذوش يخرب بيتك لك حتى وانت عم تضرب كمان بتجيب سيرتي خليك تستاهل ضرب قولي الله أكبر الله أكبر أنا بدي أعرف هي مغضوبة وينها؟ وين أشفع بالعيال؟ ها؟
طبعا ليك مضيت لي اياها مسلسلات، ايش عم تعملي؟ وانت قلتي يا امي بيك عم بجهز حالي بده يطلع مسلسل اليوم، الحلقه نار من حاره القبه، تعي بك تفرجي جنبي بك تعي، ام العز بدها تروح عند ابو العز تعي شوفي. ولك يخرب بيتك انت وام العز، وجاي الافطار مين بده يجلي؟ امي الله يا الله امي هلا حكيت معك وقت بده يطلع مسلسل بدك اياني اقوم اجدي؟ خلاص شوفي بس تخلص حلقه حاره القبه كلياتها وتطلع حلقه باب الحاره جزء 12 وتخلص كمان بقوم اجدي. ولا زفت ولا بطيخ، كلمه وحده وليك اسمعي انا هلا رايحه بتركي كل شيء من ايدك وبتقوم تجري كل شيء. الله يطعمك ارجع واشوفك لسه عبالك وتجري ماله بجدي بسرعه. قطع شعري قطع شعري اول ما ارم عليكم اهل الحاره، انا خدام البيت ما في غيري، خلي عباده يجدي. نعم ايش قلتي؟ بتصدقي انا كنت رايحه اجدي وعيفك بس كرمال لسانك الطويل هذا بده قص بدك تقومي تجدي هلا يلا. مالي قايمه يعني مالي قايمه ايش عم تقولي انتي؟ انا هون امي في شيء غير هذا الجري؟ قصدي بما انه واقفه يعني. يخرب بيتك من حالك، لو انت ممكن تهني كيت جابك لهون ليه تسجني انت بلبوسه وليك؟ لا ما في غير هدول خلصيهم، خلصيهم يخرب بيت هاي بدها تجنني بس ما جاي. 6 hours later واخيرا خلصنا، يلا معلش خلينا اروح على حلقة رامز قبل ما تبلش. يس منيح لسه ما بلش. لا 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 ولا يهمك ولا يهمك، انا مسافة الطريق بكون عندك. يلا ولا يهمك، مع السلامة مع السلامة. حدوج بسرعة امي عملي كاسة شاي بدي امشي عشان الحق اشرب بسرعة. ولك انا شاي بابا لسه هلا كنت هنيك ايش ما قلت لي؟ ولا بدك بس هي اقوم؟ ما خرج ولا منوب مستحيل طاوي، لو ما تخلص حلقة رامز او يطلع شيء اعلان بقوم بعمل لك كاسة شاي. بلا رامز بلا زفت، عبالك بدي اروح مستاجر، عملي لي اياها بسرعة. ايه بسمع انا عندي اقتراح كثير حلو، ايش رايك تروح هلا انت عند رفقاتك وتخلص وبس ترجع بعمل لك شاي؟ وعندك وقت تنكتي لسه. طيب ايش رايك انا عندي اقتراح احلى من اقتراحك لسه؟ واحلى كاسه شاي لاحلى بابشكو بالعالم كلياته، انا كنت مجهزتها وحيطها مي على النار عم تغلي بس انت فهمتني غلط، تفضل. ايوه كان من الاول ضروري تعصبيني. اي لا 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 عن جد حرام امي، يعني انت قبل الافطار بتكوني عم تعملي اكل وعم تجهزي وما حدا بساعدك وبعد الافطار بدك توقفي تجدي وهي تكون بك على تفرج على التلفزيون؟ لا عن جد حرام. يلا معلش ايش بدنا نعمل؟ عند الله ما بضيع شيء. لا امي ما بصير، لازم الشغل يتقسم كمان. ولك يا عيني علي كلامك درك، ولك انا قلتها وبرجع بقولها، ما حدا بفهم علي بالبيت غيرها. صحيح انا كنت جاي بدي اقول لها شغله ونسيت، ايش كنت بدي اقول لها؟ ايش كنت ايش كنت؟ لحظة، لقوم هذا عبادة بده يقول لي بده يجيب لي هدية لأنه شايفني عم بتعب كثير. عن جد انا ما حدا بفهم علي بالبيت غير عبادة وبس. ايه صحيح تذكرت امي بنطلوني الاسود وتيشيرتي الصفرا لازمك ضروري خسيلي يا هون بكره طالع مع رفقاتي لانه لازم الفن ضروري. قولك قولي بدرب الكلب عوج، درب الكلب عوج نلعب برا نلعب برا. شكلك انت ماني فاضي، بابا برجع لك بغير وقت. امي انا تعبان كثير بدي اقوم انام، فيقيني على السور ها ما تنسي، انا فرطت كثير وما عاد اقدر انوم. وانا كمان امي كثير نعسانه. ايوه وبضل ساعه فوق راسكم عم بصرخ عشان تفيقوا وما حدا بقوم، ما بدي. لا 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 امي انا بقوم فورا. وانا كمان امي لا تاكلي هم النوم بس اصرخي علينا مباشره بقوم انا. ماشي لنشوف، روحوا ناموا انتوا انا بجهز السحور بفيقكم، روحوا ناموا. يلا عبادة خدوج قوموا السحور صار جاهز يلا. لك والله انا بعرف لازم الحارة كلها تتفيق على صوتي، ولك تتروا قوموا في يوبا. لا لا امي انا ما بدي اكل انا بدي انام، انا مالي جوعان امي، سكري الباب سكري. ماشي ماشي انا حق علي جاي فيكم ان شاء الله عمركم ما تسحرتوا خليكم. أبو بدأت تقول لك تحط الجهاز. أيوة ولكن تقول سامي مين هلا؟ قوموا يلا أنتوا وياها قوموا. يلا أمي يلا يلا أمنا جهزتي السحور؟ نعم سحور ورقينا سحور صار الدنيا ظهر. شو؟ أنت شلون بتخلينا نايمين أمي كذات؟ إيش ما فيقتيني على السحور؟ طبعاً لانه ما لها مصلحة، لو لها مصلحة كانت فيقتنا. إلا لحظة شوي، خليني امسك هذا بايدي، ارجعوا كمان اشوف، ايش كنتوا عم تقولوا؟ قولي، انت كنت عم تحكي، كملي، بدك تضيفي شيء؟ مين؟ انا؟ لا 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 ما كنت بحكي.
انا بفيق من النوم بدمع بهلوس كتير. بعدين امي بتعرفي انه رفعت البابوج برمضان حرام وبتفطر؟ لا يا شيخة، ومين قال هيك بالله؟ المشايخ العلماء قالوا امي. بعدين يعني رمضان كريم ولا انتي مالك كريمة؟ لا 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 يو كريمة ورمضان كريم، وهلا رايحة اثبت لكم انا شقد كريمة. تعالوا لهون. العملاء شكل تليفوني بس كان مش حولي. مش عم يصير هون؟ يا ربي دخيلك مجنونة، وقت تجي لهون. امي حتلكوا اخواتك، قولي دخيلكم لحقوني. ولي رمضان يجمعنا.